Onur Kıtası! Selam! Dur! Dikkat! شكرا عسكر.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت للرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارته الرسمية للجمهورية التركية، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان على رأس مستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بأنقرة. تأتي هذه الزيارة مشاهدينا لتأكيد الرغبة الجادة لدى الجانبين لبناء أسس جديدة للعلاقات الثنائية المصرية التركية. استعرض الرئيسان السيسي ورجب طيب أردوغان حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان. وأشار الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية. أضاف الرئيس السيسي أن زيارته اليوم إلى تركيا ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين الجانبين. وللمتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، كيف تنظر إلى هذه الزيارة التاريخية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وكيف يمكن أن تقوم بالبناء على زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي؟ تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. بالطبع هذه الزيارة للرئيس السيسي الأولى له تركيا تمثل أهمية كبيرة من حيث الدلالات ومن حيث التوقيت ومن حيث المخرجات. من حيث الدلالات بتعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات بينهما بشكل مستمر على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية أو على كل المستويات الأخرى، وتعكس حقيقة الطفرة والنقلة الكبيرة التي شهدتها العلاقات خلال السنوات الثلاثة الماضية في ظل توافر الإرادة السياسية لدى قادة البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتعظيمها في إطار المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. الدلالة السياسية الثانية حقيقة بتعكس حرص الرئيس السيسي حقيقة
على تعظيم السياسه الخارجيه المصريه وتوظيفها في اطار دبلوماسيه التنميه، وهو تعزيز علاقات مصر القويه ومنها تركيا لدعم التنميه في الداخل، لجذب الاستثمارات بالطبع الاستثمارات التركيه، لفتح افاق امام السلع والمنتجات المصريه، توطين التكنولوجيا بما يعود في النفع في نهايه المطاف على المواطن المصري وتعزيز التنميه. ومن هنا تسعى مصر الى كل الدول بناء شراكات اقتصاديه واستراتيجيه بما يعزز المصالح المصريه. الدلاله ايضا من حيث التوقيت تمثل اهميه كبيره، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي هنا من حيث المخرجات تمثل أهمية كبيرة سواء على مستوى العلاقات الثنائية، تعزيز التجارة والتبادل التجاري، تعزيز الفرص الواعدة وتوظيفها بين البلدين لصالح شعبي البلدين، خاصة أن مصر وتركيا يمثلان أهمية وثقل كبير خاصة على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي، والاقتصاد المصري يمثل أيضا أهمية كبيرة لتركيا. مصر كاقتصاد واعد حقق معدلات نمو كبيرة، مصر لديها العديد من الفرص الواعدة، تمثل بيئة مواتية وجذب الاستثمارات الخارجية ومنها بالطبع الاستثمارات التركية في المشروعات القومية الكبرى في محور التنمية في العاصمة الإدارية في المناطق الصناعية. بالفعل هناك استثمارات تركية ضخمة كما رأينا في المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، ومن هنا رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التبادل التجاري من 10 مليار دولار إلى 15 مليار دولار كما يعني كحدث كما عكس في زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، وبالتالي هناك فرص كبيرة كلا البلدين يمثل مزايا نسبية للطرف الآخر. مصر تمثل بوابة تركيا نحو روسيا، أيضا تركيا تمثل بوابة مصر نحو أوروبا ومنطقة وسط آسيا. تركيا كاقتصاد مهم ضمن مجموعة الـ20 لديه أيضا تجارب مهمة، ولذلك أحد مخرجات الزيارة التاريخية اليوم هو تطوير العلاقات ومزيد من التطور على المستوى الاقتصادي والتجاري وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقات. نعم. أكثر من 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، وهذا بيعكس حقيقة الطفرة والنقلة النوعية الكبيرة على مستوى العلاقات الثنائية. صحيح، هي طفرة كبيرة وهناك إرادة جادة من قيادتي البلدين لإحداث هذه الطفرة بما ينعكس على مصالح الشعبين. دكتور أحمد، ذكرت نقطتين أو محورين، المحور المتعلق بالعلاقات الثنائية والمحور المتعلق بالقضية الفلسطينية. دعنا نبدأ بالقضية الفلسطينية بما أنها على رأس أولويات أجندة مباحثات الزعيمين. توافق قطبين مثل مصر وتركيا على موقفهما في ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، كيف يمكن أن يفيد القضية في هذا التوقيت؟ بالطبع هذه نقطة مهمة. أولا من حيث طبعا التوقيت، الزيارة تنتهي في استفساق مهم في إطار جهود مصر المتواصلة. القضية الفلسطينية لا تغيب عن السياسة المصرية لحظة واحدة. الرئيس السيسي في كل لقاءاته سواء مع القادة الذين يأتون إلى مصر أو في زيارات الخارجية أو في اتصالاته أو في كل اللقاءات المختلفة تحتل القضية المصرية قضية مركزية في أجندة السياسة الخارجية المصرية، وهذا بيعكس أن مصر تظل هي صمام الأمان للشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، هي السند الأساسي والداعم للشعب الفلسطيني على كل المستويات سواء الإنسانية أو الأمنية أو السياسية. الأمر الثاني أيضا هناك التوافق يصل إلى حد التطابق في مواقف مصر وتركيا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، أولا فيما يتعلق بوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهذه الحرب الشرسة ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة، رفض ايضا توسع الصراع الاقليمي ومنع اشتعال الضفه الغربيه، دعم الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعه وادخال المساعدات الانسانيه، وهذه هي المقاربه المصريه الشامله. ومن هنا تمثل تركيا حقيقه كدوله مهمه كدوله اقليميه لها ثقل سياسي وثقل اقتصادي، تمثل دعما كبيرا للجهود المصريه المتواصله على المسار الامني فيما يتعلق بالتوصل للاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين او فيما يتعلق بتخفيف المعاناه الانسانيه، ونعرف ان تركيا تقدر بشكل كبير عن دور مصر في هذا المجال، خاصة أن مصر أيضا سخرت إمكاناتها مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية التركية. أيضا على المسار السياسي يمثل التنسيق بين البلدين أهمية كبيرة في حشد الدعم الإقليمي والدعم الدولي للشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، لدعم جهود مصر فيما يتعلق بإطلاق مسار للمفاوضات السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ان هذا هو الحل الجذري لهذا الصراع، ومن هنا تتطابق الرؤى بين البلدين، وهذا يمثل اهميه كبيره ويعطي رساله ايضا ان هناك دعما عربيا دعما اقليميا للجانب الفلسطيني
فيما يعني هذا تحديدا ما كنت أسأل عليه أو سأسأل عليه دكتور أحمد، يعني الجهود المصرية الحثيثة على المسار الدبلوماسي العالمي تمضي بكثافة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار. الآن عندما تنضم هذه الجهود إلى الجهود التركية، ما الذي تضيفه إلى المسار الدبلوماسي الإقليمي؟ بالطبع هي تضيف الكثير، لان مصر حقيقه احد مسارات التحرك المصري، اضافه للمسار الانساني في تخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني، اضافه للمسار الامني في دعم توصل الاتفاق لانهاء هذه الحرب، اضافه للمسار السياسي في حشد الدعم الدولي ايضا. هذا المسار يمثل اهميه كبيره في حشد دعم الدول المؤثره، القوى الاقليميه كتركيا، تركيا ايضا طبعا تشترك مع مصر في منظمه التعاون الاسلامي ايضا في الاقليم، هناك مصلحه مشتركه في تحقيق الامن والاستقرار ومنع توسع الصراع الاقليمي. وبالتالي هذه الجهود التركيه والموقف التركي يمثل دعما لمصر، خاصه فيما يتعلق ايضا بالمحافل الدوليه، في ايضا في الدائره الاوروبيه، في الامم المتحده، في التصويت في الدوائر المختلفه. هذا بيمثل اهميه كبيره ويعكس ان هناك اجماعا اقليميا ودوليا رافضا للعدوان الاسرائيلي، رافضا لهذه الجرائم الحرب ومحاكمه ضروره محاكمه المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم. الامل ايضا على حشد الجهود الدوليه لاقامه الدوله الفلسطينيه وحل هذا الصراع من جذوره. وبالتالي انا في اعتقادي ان هذا التوافق والتطابق في الموقف من القضيه الفلسطينيه يمثل دعما كبيرا، هو بيعطي رساله ايضا ان الشعب الفلسطيني لا يقف بمفرده تجاه العدوان الاسرائيلي، وان هناك دعما عربيا مصريا، دعما اقليميا، دعما من الدول الاسلاميه لمواجهه هذا العدوان، وهو يمثل اهميه كبيره في موازنه التيار الذي الاقلوي الاقليه الذي يدعم اسرائيل ويشجعها ويدفعها للاستمرار في العدوان وتحدي قرارات التشريعات الدوليه. وجاءت رساله من دول الاقليم من المنطقه بان استقرار الشرق الاوسط مهم لكل الدول لكل العالم، هذا الاستقرار لن يتحقق الا بتحقيق السلام العادل وهو اقامه الدوله الفلسطينيه، وان سياسه العدوان واشعال الحرائق ويعني هذا استقرار المنطقة لن يحقق أي هدف ولن يحقق أي مصلحة لأي طرف، بل بالعكس يضر مصالح الدول الكبرى التي ما زالت تتخذ مواقف مائعة تجاه القضية الفلسطينية. ومن هنا هذه الزيارة مهمة، أنا في اعتقادي القضية الفلسطينية ستكون في صلب أو أحد المخرجات أو أحد القضايا الأساسية للمحادثات بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، بتعكس مصر حقيقة تحركها المستمر طول الوقت لدعم الفلسطينيين وحشد الدعم الإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي والحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني. نعم. طيب دكتور أحمد، إذا ما انتقلنا إلى الجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية وكيفية تطويرها على كافة الأصعدة وعلى رأسها بالتأكيد الجانب الاقتصادي، كيف ترى هذه الطفرة؟ ما الذي يمكن أن تضيفه إلى كل من الاقتصاد المصري والتركي، خاصة مع حوالي 20 مذكرة تفاهم من المتوقع أن يتم توقيعها اليوم؟ بالطبع العلاقات الدوليه الان تقوم على ان الاقتصاد هو الذي يقود السياسه، وتقوم على اسس، وهذه اسس السياسه الخارجيه المصريه، فكره المنافع المشتركه والمصالح المتبادله، بمعنى ان مصر لديها العديد من المزايا النسبيه التي يمكن ان تقدمها لتركيا، ونفس الحال بالنسبه لتركيا لمصر، تركيا دوله مهمه في مجموعه ال20، لاحد الاقتصادات الواعده ايضا والكبرى في على المستوى العالمي، مصر ايضا احد الاقتصادات الكبرى ايضا وتحقق معدلات نمو كبيره بشهاده المؤسسات الدوليه، هناك فرص كبيره يمكن توظيفها صالح البلدين في مجالات مختلفة، وأنا اعتقادي أن أحد المخرجات المهمة اليوم هو التوقيع على أكثر من 20 مذكرة تعاون وتفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، سواء في الأمن الغذائي أو الأمن المائي أو في مجال التكنولوجيا أو التصنيع أو التجارة أو كل المجالات، حقيقة بتعكس حرص البلدين، بتعكس حقيقة يعني فلسفة السياسة المصرية، وهو تعظيم المنافع المصرية وتعظيم المصالح المصرية وتوظيف السياسة الخارجية المصرية لصالح خدمة التنمية في الداخل. وأنا في اعتقادي أن مصر وتركيا تمثلان أهمية كبيرة بحكم الثقة الاقتصادي، وهو ما يمثل أيضا نقلة نوعية وعائد كبير على شعبي البلدين. بكل تأكيد أشكرك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، ودعونا ننتقل مشاهدينا للمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، إلى موفد التلفزيون المصري علاء رشوان على الهواء مباشرة من أنقرة. علاء، صف لنا أجواء الزيارة والمتوقع خلالها بعد مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
تحياتي إيمان، كما تابعنا منذ قليل كانت هناك مراسم الاستقبال الرسمي التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين لتلتئم قمة مصرية تركية ثنائية بين السيد الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قمة مصرية تركية هامة كما وصفتها الصحافة التركية المحلية بأنها قمة تاريخية تدشن لصفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وأنقرة على كافة المستويات، خاصة في هذا الوقت الدقيق التي تمر به المنطقة بالكثير من التحديات والظروف السياسية والجيوسياسية الضاغطة على حالة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. القمة سوف تتناول عدد كبير من ملفات التعاون، سواء فيما يتعلق بتعزيز أطر التنسيق والتشاور بين العاصمتين حيال كثير من مستجدات القضايا الإقليمية، أو فيما يتعلق بحث أفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. الشق الأول يرتبط بتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى ودعم وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حيال عدد من الملفات الراهنة، نتحدث في مقدمتها الأوضاع في غزة، بالإضافة أيضا إلى الملفات الخاصة بكل من الأوضاع في السودان وفي ليبيا وفي الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي. هذه الدوائر دوائر للتعاون والتنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة، خاصة وأن المواقف السياسية متقاربة للغاية بين البلدين حيال مستجدات القضايا التي أشرنا إليها. القمة بطبيعة الأحوال إيمان سوف تتطرق بشكل مستفيض لمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن القاهرة وأنقرة حققت ميزان تجاري بمقدار 6.6 مليار دولار، تطمح البلدان لتعظيم هذا الرقم ليصل إلى 15 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة وأن هناك فرص واعدة أمام المستثمر التركي في مصر أو من خلال الطاقات الشبابية والطاقات القوى العاملة الماهرة والرخيصة التي يوفرها السوق المصري أمام المستثمر التركي، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، من بينها إفساح المجال للمستثمر الأجنبي في المناطق الاقتصادية الواعدة في مقدمتها منطقة تنمية محور قناة السويس. الشركات التركية يبلغ عددها في مصر أكثر من 200 شركة تضخ استثمارات تناهز 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 70,000 فرصة عمل مباشرة و100,000 فرصة عمل غير مباشرة في عدد كبير من القطاعات الهامة والحيوية. الزيارة سوف تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، في مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، السياحة، الثقافة، التعليم، الصحة، التصنيع، خاصة التصنيع الدوائي والغذائي، لتوفر منصة وبيئة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. خلال هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس السيسي، سوف يشهد سيادته والرئيس التركي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي ينقل التعاون بين القاهرة وأنقرة إلى آفاق أرحب من مستوى المسؤولين المعنيين إلى مستوى الرئاسي، وبالتالي توجيهات مباشرة للوزراء المعنيين لتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع وتوجيهات الرئيسين وتوجيهات مجلس التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، سواء فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور حيال المستجدات الإقليمية، أو فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أرحب، خاصة كما ذكرنا أن هناك بيئة مواتية لمضاعفة أحجام أو حجم الاستثمارات التركية المباشرة في السوق المصرية وغيرها من الفرص التي يحملها هذا السوق المصري الواعد أمام تركيا والمستثمر التركي. كما قال ضيفك منذ قليل، تركيا تطلع بدور مهم على الساحة الاقتصادية، هي عضو في مجموعة العشرين الكبرى، والاقتصاد التركي اقتصاد ينمو بسرعة متواترة، بما يضمن يعني فرص للتعاون بين البلدين. نتحدث عن زيارة سوف تضيف فصلا جديدا من فصول التعاون، خاصة وأنها تأتي بعد زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في 14 فبراير من العام الجاري، وتأتي هذه الزيارة كما أشرنا بدعوة رسمية من الرئيس التركي إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أول زيارة رسمية لسيادته منذ توليه مهام منصبه، زيارة حظيت بتغطية إعلامية
تركية محلية سواء على مستوى القنوات التلفزيونية أو على مستوى الصحف. رصدنا منذ نحو 3 أيام تواتر لعدد كبير من مقالات الرأي والتحقيقات الصحفية التي تتحدث عن أهمية هذا التعاون بين القاهرة وأنقرة في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها المنطقة بتحديات جيوسياسية تضغط على حالة الأمن والسلم في الشرق الأوسط أو فيما يتعلق بالإمكانات الهائلة التي تتوفر لدى القاهرة وأنقرة اقتصاديا لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وتحدثت عن الدور الهام الذي تطلع به مصر فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة التي تهم المواطن التركي والعربي والمسلم بشكل عام. نتحدث عن تحديدا الأوضاع في غزة، وكان هناك رصد إيجابي للغاية للمواقف المصرية ومواقف السياسة الخارجية المصرية حيال هذه القضية، وهناك ترحيب بالغ بالتعاون المصري التركي في المرحلة المقبلة استنادا لمخرجات هذه الزيارة الهامة التي وصفت في هذه الوسائل وسائل الإعلام المحلية التركية بأنها زيارة تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية أنقرة، وتدشن كما أشرنا لصفحة جديدة من التعاون بين البلدين. الزيارة أيضا سوف تفتح أفاق جديدة فيما يتعلق بتعاون البلدين فيما يتعلق بالقضايا الدولية. نتحدث عن قضايا مثل مكافحة الهجرة، مكافحة الإرهاب، وأيضا العمل على صيانة الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي بشكل عام بالتعاون مع القوى والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في هذه الأمور. هذه الملفات ملفات سوف تحظى باهتمام كبير وبحث مستفيض بين السيد الرئيس والرئيس التركي خلال القمة الثنائية التي تجرى في هذه الأثناء، ومن المقرر بعد قليل سوف تلتئم قمة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين. السيد الرئيس يصطحب مع سيادته وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، وعدد آخر من الوزراء المعنيين بدفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين استنادا إلى نتائج ومخرجات هذه الزيارة الهامة التي أشرنا إلى أن أحد أبرز مخرجاتها هو التئام الاجتماع الأول للمجلس مجلس التعاون الاستراتيجي مستوى الرفيع المستوى بين البلدين بحضور الرئيسين، وهو إشارة قوية للغاية بأن هناك إرادة سياسية متوفرة لدى القاهرة وأنقرة على دعم وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو غيرها من أصعدة التعاون. نعم إيمان، صحيح، يعني أكيد هذا الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى من شأنه أن يقوم بتعزيز تطوير العلاقات فيما بين الجانبين، لكن دعني أتوقف عند نقطة ذكرتها وهي المتعلقة باستقبال الأوساط الصحفية التركية لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية. إلى أي مدى وفقا لقراءاتك للمتابعة الإعلامية التركية يتم التعويل على هذه الزيارة لدعم الجهود العربية والإقليمية لوقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة؟ إيمان، هذا السؤال يعني يستأهل ويتوجب الإجابة عليه من شقين: الشق الداخلي التركي، كما نعلم وكما كنا نتابع طوال السنوات القليلة الماضية هناك حالة من الضغط، ضغط رجل الشارع العادي والمواطن العادي على الرئاسة التركية لتصحيح مسارها وسبل التعاطي مع دولة كبرى مثل مصر في خلال التعاون، والضغط على الرئاسة التركية لتصحيح هذا المسار بدعم وتعزيز التعاون مع القاهرة. هذا على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي، تركيا بدأت في تحويل بالفعل مسار التعاطي والتفاعل والتعامل مع عدد كبير من القضايا الإقليمية التي تستوجب تعزيز التنسيق والتشاور مع الدول الإقليمية الفاعلة، ومن بينها وفي مقدمتها مصر. هناك قضايا ملحة على أجندة السياسة الخارجية التركية، لابد من تعزيز التعاون مع القاهرة لإنجاز هذه الملفات عبر تحقيق حالة من السلم والتعاون والاستقرار الذي يضمن رفاهية شعوب المنطقة والشعبين المصري والتركي. نتحدث هنا عن قضية شرق الغاز شرق المتوسط والتعاون بين البلدين لتحقيق
في هذا التعاون. كما هو معروف مصر من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في المنطقة، وتركيا من أكبر المستوردين للغاز الطبيعي المصري. هناك منصة للتعاون بين البلدين. هناك أيضا قضية كما ذكرت بطبيعة الأحوال التي تتصدر المشهد السياسي الإقليمي، وهي قضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن مواقف البلدين تتشابهان وتتطابقان باتجاه تأييد الحقوق الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة. والآن نتحدث عن مناطق في الضفة الغربية، التأكيد على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية. إذن هناك تطابقا في الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين حيال هذا الملف تحديدا، وهو الملف الذي سوف يستحوذ على قدر كبير من المباحثات بين الرئيسين. هناك أيضا دوائر للتعاون والتفاهم والتعاطي والتنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة. نتحدث عن الأوضاع في ليبيا. ليبيا تتعرض إلى حالة من عدم الاستقرار، بينما تنادي مصر بضرورة تحقيق أو إنجاز انتخابات وطنية نزيهة تمثل فيها كل الأطياف التي تفرز قوى سياسية تستحوذ على رضا الشعب الليبي وتأييد الشعب الليبي. تركيا أيضا تتداخل بقوة في المشهد الليبي، خاصة في مناطق الغرب. هناك إذن ما يدعو إلى التنسيق بين البلدين حيال هذا الملف تحديدا. نتحدث عن الملف السوداني وتطورات الأوضاع في السودان، وتأكيدات البلدين على أهمية الحفاظ على وحدة السودان، أهمية الحفاظ على الدعم المقدم لاستقرار السودان والحفاظ على هذه المنطقة الحيوية. نمتد أيضا في الحديث عن هذا التعاون المشترك بين القاهرة وأنقرة ليشمل تطورات الأوضاع في الصومال، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، ولا ننسى قضية سد النهضة. تركيا ترتبط بإثيوبيا بعلاقات قوية، ما دعمها في فر عرض يعني وساطتها بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتعلق بتقريب الرؤى بين البلدين حيال هذا الملف تحديدا. إذن نتحدث عن جملة من الملفات التي تتشابك وتتقاطع في بعض الأحيان بين القاهرة وأنقرة، ولكن هذه الظروف تحت يعني تحتم على عاصمتين محوريتين مثل القاهرة وأنقرة على دعم وتعزيز هذا التنسيق والتشاور، خاصة وأن المنطقة كما أشرنا تتعرض إلى ظروف راهنة جيوسياسية ضاغطة على حالة الأمن والاستقرار، ما يدعو مصر وتركيا على دعم وتعزيز هذا التعاون استنادا إلى هذه الزيارة التاريخية الهامة التي تحظى كما أشرنا بترحيب بالغ سواء في على الأوساط الشعبية أو على مستوى الأوساط الإعلامية والسياسية في الداخل التركي. نرصد منذ 3 أيام تواتر هذه الردود، ردود الأفعال الإيجابية للغاية والترحيب بهذه الزيارة، ويعني استشراف لمستقبل جيد يربط بين القاهرة وأنقرة على كافة الأصعدة خلال الفترة القليلة المقبلة. نعم إيمان، أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من العاصمة التركية أنقرة، موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. كانت العلاقات بين مصر وتركيا قد شهدت العديد من المحطات المهمة التي مهدت الطريق لتأسيس علاقات تعكس بين طياتها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي. 3 أعوام من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت كافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبيعي، مسار شهد العديد من المحطات المهمة طفت على سطح الأحداث في مارس عام 2021 بإعلان وزير الخارجية التركي السابق مولود شاويش أوغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر، أعقبها خلال الشهر التالي موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وهي إعلانات مهدت الطريق لانعقاد أولى جلسات المحادثات الاستكشافية في مايو عام 2021 بالقاهرة. وخلال 4 أشهر عقدت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة. وفي أبريل عام 2022 وصل التقارب الدبلوماسي بين البلدين لمرحلة مفصلية عندما قررت أنقرة تعيين سفير لشغل منصب القائم بالأعمال في القاهرة، واستمرت الترتيبات من وراء الكواليس لتقريب وجهات النظر بين البلدين، لتأتي أحد ثمار تلك الترتيبات لقاء المصافحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر عام 2022 خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر، الذي أعقبته
جلسة مباحثات. وعقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أعطت دبلوماسية الكوارث والتضامن فرصة لتراجع أولوية القضايا الخلافية لصالح الأبعاد الإنسانية، حيث زار وزير الخارجية السابق سامح شكري تركيا في فبراير عام 2023 لتقديم التضامن والدعم، وأعقبها زيارة لوزير الخارجية التركي السابق إلى القاهرة في مارس من العام ذاته. واتخذت العلاقات بين البلدين خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التركية منحا تصاعديا، ليأتي قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر من أوائل القرارات التي اتخذها وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، لترشح أنقرة السفير صالح موتلوشن كسفير لها في القاهرة، وتقابل مصر تلك الخطوة بترشيح السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، لتتوج تلك إجراءات في نهاية المطاف بقمة مصرية تركية في القاهرة تقرر على إثرها إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. قمة القاهرة تبعتها قمة أنقرة بين الزعيمين اللذين شغلهما قضايا المنطقة، ليستكملا تنسيق المواقف فيما بينهما ويرسمان نقطة تحول جوهرية لها. ليأتي التقارب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة صياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنسيق وحركة أكبر على المستوى الإقليمي تضمن تبنيها نهجا أكثر استقلالا يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية. وما زلنا معكم مشاهدين نتابع على الهواء مباشرة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى تركيا بعد وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة وإجراء مراسم الاستقبال الرسمية له. معي عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، يعني هذه الزيارة لها خصوصية كبيرة توصف في الأوساط الإعلامية التركية بأنها زيارة تاريخية، إلى أي مدى يأتي الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى كخطوة جادة لتطوير العلاقات ومراجعة كافة جوانب العلاقات الثنائية المصرية التركية؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وفعلا زي ما حضرتك بتقولي، كل الصحف التركية النهاردة أشادت بعودة العلاقات المصرية التركية بعد العزلة الثمينة، أكثر من 10 سنوات نحن في عزلة بين تركيا والدولة المصرية، ولكن يعني بدأ هذه العزلة تذوب لما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان في 20 نوفمبر 2022 في حفل افتتاح كأس العالم في قطر، والمجتمع الدولي أشاد بهذه الصورة وأشاد بهذه الاحتفالية. فأنا أعتقد أن هناك يعني نقدر نقول تخطيط مرسوم من تركيا بعودة هذه العلاقات، لأن أنا أعتقد تركيا في حال الصدمات الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي أعتقد أن هي تحتاج كثير إلى الدولة المصرية وإلى القيادة المصرية. بالفعل زي ما حضرتك قلتي، يأتي الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. أعتقد أن هذا المجلس وبرئاسة الرئيسين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أردوغان، أعتقد أن هذا الاجتماع يأتي للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، أعتقد كافة المجالات، المجالات الاقتصادية، التعاون الاقتصادي بين البلدين. يعني قرأنا أن في الصحف التركية أن هناك أكثر من أو في حدود 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا. أعتقد أن احنا في ظروف أيضا المجتمع الدولي والشرق الأوسط والمنطقة عموما تمر بصدمات، يعني سواء إذا كان لتركيا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير عدم وصول الغاز المسال إلى تركيا، أعتقد أن ده شيء كبير جدا جدا بالنسبة للصناعة في تركيا. أعتقد أن ده حاجة يعني نقطة من نقاط الضعف اللي بتدور عليها تركيا مع الدولة المصرية. حضرتك تعلمي تماما ان احنا عندنا اكبر مصنع لتسهيل الغاز اللي بيجي موجود في الشرق الاوسط. نعم. فهناك اتفاقيه لتصدير الغاز المسال الى تركيا من ضمن هذه العشرين اتفاقيه. اعتقد ان ايضا في هذا المجلس هيكون هناك تبادل للرؤى اذا القضايا الاقليميه والدوليه، خاصه ان هناك رؤى مشتركه بين الجانب التركي والقياده المصريه في الحرب على غزه. يعني كلاهما
يعني هناك مبادئ راسخة للجانب التركي والجانب المصري، عدم التهجير القسري، وصول المساعدات الإنسانية. حضرتك كمان ما ننساش أن كانت هناك مساعدات إنسانية من الجانب التركي كانت بتيجي لمصر عن طريق معبر رفح، وكانت بتصدر من مصر عن طريق معبر رفح لما كان هذا المعبر يعني في تفعيل وكان في بيدخلوا المساعدات الإنسانية. فهناك رؤى مشتركة من حيث القضايا السياسية، خاصة أيضا حضرتك من الجانب الآخر لو هنبص أيضا من الجانب الليبي، هناك يعني توافق في الرؤى بين الجانب المصري والتركي أن لابد أن يكون هناك استقرار في ليبيا، لأن الاستقرار في ليبيا هو الذي يأتي به الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن الجانب التركي يسعى مع الجانب المصري أن يكون هناك دستور، أن يعني يكون هناك يعني كيان ورئيس لدولة ليبيا بحيث أن هو يمارس نشاطاته في المجتمع الدولي. أعتقد أيضا أن حيكون هناك ملف القضية السودانية وكيفية تهدئة النزاع اللي موجود في السودان بين قوات الدعم السوداني والجيش السوداني. وما تنسيش حضرتك والسادة المشاهدين أن كانت تركيا من ضمن الحضور اللي كان في مؤتمر يوم 21 أكتوبر قمة القمم اللي عقد في العاصمة الإدارية لمناقشة أو وضع هدنة للي بيحصل في قطاع غزة. يبقى إذن هناك رؤى واستراتيجيات مشتركة بين البلدين. أعتقد أن هذه الرؤى والاستراتيجيات تذيب هذه العزلة الثمينة التي كانت بين تركيا وبين مصر، فكلاهما يعني يحتاج يعني تركيا تحتاج إلى مصر ومصر فعلا تحتاج إلى تركيا. هناك أيضا اتفاقيات في بالنسبة للعسكرية، بالنسبة للتدريبات العسكرية المشتركة. هذه المصالح المشتركة دكتور سعيد، هذه المصالح المشتركة والاحتياج المتبادل ينطبق على الصعيد الاقتصادي والسياسي، يعني كما تفضلت بما أن المواقف متطابقة فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، تحدثنا عن قطاع غزة، تحدثنا أيضا عن قضايا أخرى عربية، لكن فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في رأيك فيما تفيد مصر تركيا وبالتالي تركيا مصر في الجوانب الاقتصادية بالنظر إلى المذكرات محل التوقيع المرتقب خلال هذه الزيارة والتي تشتمل على مجالات عدة مثل الدفاع والصحة والتصنيع الدوائي أيضا؟ شوف حضرتك، احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني على طول بيعلمنا لما بيسافر لاي دوله بيكون المسوق الاول للدوله المصريه. نعم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيذهب الى اي دوله، الى تركيا، الى اي دوله من الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه، الصين، حتى بنلاقيه بيسوق للبنى التحتيه الموجوده عندنا في مصر. حجم التبادل التجاري بيننا وبين دولة وبين تركيا وصل ل 6.6 مليار دولار بالنسبة لمصر وتركيا في عام 2023. أعتقد أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن ال 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية هناك اتفاقيات كثيرة جدا من النواحي الاقتصادية. الصادرات المصرية احنا بنصدر إلى تركيا وبالتالي هنعزز من هذه الصادرات، بنصدر الوقود، الزيوت المعدنية، اللدائن. مصر أولى الدول يعني الدول في المنطقة اللي بتصدر اللدائن لصناعة الكمبيوتر وصناعة الحواسب الآلية للمنطقة كلها، فأنا أعتقد أن ده هيزيد من تصدير. أيضا هناك مشاريع أيضا في الطاقة المتجددة، وإحنا يعني عايز أقول لحضرتك أن إحنا نعد ثالث دولة على مستوى العالم من حيث جذب المستثمر في الاستثمار في الطاقة المتجددة. أيضا الطاقة النووية وأيضا الأسمدة والحديد والصلب. فأعتقد أن من مثل هذه الاتفاقيات سوف تعزز من زيادة هذه الصادرات، لأن الصادرات بتاعتنا لتركيا هي حوالي 10 مليار دولار، واعتقد ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجهاته ان تزيد هذه النسبه الى 15 مليار دولار. اعتقد هذه النسبه سوف تزيد من خلال هذه الاتفاقيات، ولا ننسى ايضا تصدير الغاز المسال من المصنع الموجود لدينا في دمياط والموجود في منطقه الشرق الاوسط، الطاقه المتجدده وانتاج الهيدروجين الاخضر والميثانول الاخضر، كل ده بيعزز من العلاقات التجارية بيننا وبين تركيا. وما ننساش برضو أمن وأمان الشرق المتوسط، أن يكون هناك أمن وأمان من حيث نعم. أشكرك دكتور سعيد الزغبي، ويعني وضحت الصورة بشكل كبير فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين. أشكرك دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. We'll be right back.
نهاية طيبة. أعوام من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت كافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبيعي، لتأسيس علاقات تعكس بين طياتها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي. قمة القاهرة رسمت خارطة طريق للمرحلة الجديدة في العلاقات، ترتكز على التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية المشتركة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى. قمة القاهرة سبقها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة لمستوى السفراء في مشهد لافت، استهدف الإعلان عمليا عن تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، وعزم الدولتين المشترك على العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية ليطوي ذلك المشهد صفحة في تاريخ الدولتين وصفها المراقبون بسحابة صيف عابرة. وبالنظر إلى البعد الاستراتيجي للقاهرة وأنقرة وثقلهما في الإقليم، فإن الحرب على غزة ومسألة شرق البحر الأبيض المتوسط والوضع في ليبيا وسوريا والصومال تأتي جميعها على قمة أولويات بنود التشاور والتنسيق بين القيادتين السياسيتين في البلدين. أما عن مجلس التعاون الاستراتيجي الذي تم تدشينه بين تركيا ومصر خلال زيارة أردوغان للقاهرة، فيمثل نقلة في مسار التعاون الثنائي على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تقارب الرؤى السياسية بين البلدين عكس الاهتمام بالبحث عن مجالات للتعاون العسكري من خلال عقد جلسات موسعة لقادة القوات المسلحة لبحث علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي، كذلك دعم الصناعة الدفاعية لكل من أنقرة والقاهرة. العلاقات الاقتصادية التي لم تنقطع يوما كانت محور مباحثات المسؤولين في كلا البلدين، فمصر تعد هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما تعتبر تركيا واحدة من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فيقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية حاليا بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها الأتراك في مصر نحو 1,200,000,000 دولار. ومع رغبة كل من القاهرة وأنقرة في رفع مستوى التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا، تدرس الدولتان إزالة جميع القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وخلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين. أما إذا تحدثنا عن العلاقات الثقافية، فهناك العديد من القواسم المشتركة بين الثقافتين العربية والتركية، لذلك يشهد التبادل الثقافي بين البلدين حالة نشاط متميز بما في ذلك تبادل الطلاب والزيارات الثقافية، تأسيسا لسعي مصر وتركيا نحو تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. إذن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، نظرا لأهمية الدولتين في محيطهما الجغرافي وتوافق الرؤى حول أهمية التعاون في الملفات الإقليمية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. We'll be right back.
إذا مشاهدينا ما زالت تغطيتنا متواصلة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى تركيا، دقائق ونلقاكم بجولة إخبارية جديدة.